السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم. بنتكلم النهاردة كده المفروض تبقى المحاضرة الأولى في علم البيئة اللي هو النظام البيئي أو الإيكو سيستم. بنتكلم على النظام البيئي وهنتعرف على ماهية النظام البيئي. بنبدأ إن الكائنات كلها أو أي كائن أو الحياة كلها هتبدأ بالجزيء، سواء الجزيء دي ان ايه او الجزيء الميه. المولكيولز او الجزيئات دي بتعمل خلايا، الخلايا لما بتتجمع مع بعض بتدي مجموعه من الانسجه اللي هي بتديني انسجه، نسيج عصبي، نسيج الى اخره. مجموعه الانسجه دي بتدي اعضاء، والاعضاء في الاخر بتدي الاورجانيزم او الكائن. مجموعه الافراد بتاعت نفس النوع بتاع الكائن ده، يعني لو ده جمل يبقى بنتكلم على مجموعه من الجمال، لو بنتكلم على البقر الوحشي او البيسون الموجود قدامنا يبقى بنتكلم على افراد من نفس النوع. ونقصد بيها نفس النوع يعني ايه؟ نفس النوع لكل واحد من دول انديفيدوال او فرد. بيعمل بوبيوليشن، البوبيوليشن ده او الجماعه هي مجموعه من الافراد انها بتتكاثر مع بعض وتعطي جيل خصب. جيل خصب ليه؟ لان ممكن مثلا الحصان لو احنا خدنا النطفه من الحمار اعزكم الله وحطيناها في انثى الحمار في الرحم وعملنا التلقيح هيطلع ما يعرف بالبغل. هذا البغل يعني حصل فيه تزاوج اهو، خلاص، وممكن يكون ده طبيعي مش لازم يبقى صناعي. هذا التزاوج هينتج عنه بغل. هذا البغل شبيه بالحصان والحمار معا وليه صفات معينه لكنه عقيم لا ينجب، وبالتالي ما اقدرش اقول على البغل والحصان والحمار انهم ايه جماعه واحده. لا، مجموعه الحصان دي جماعه، مجموعه الحمار دي جماعه، مجموعه الجمال جماعه، مجموعه الى اخره، مجموعه الشجر البرتقال دي جماعه. يبقى هنا جماعه تبقى عباره عن مجموعه من افراد تتزاوج فيما بينها وتعطي افراد خصبه، يعني تستطيع التدمج. هو احنا في اي جماعه؟ هل في جماعه بتوجد لوحدها مستقله كده؟ يعني ممكن نلاقي في مكان مثلا في انسان بس، نلاقي في جمال بس، نلاقي في اشجار نخيل بس؟ لا، اللي بيحصل زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، بنلاقي تنوعات مختلفه، كائنات مختلفه. يعني دي افراد بتاعت البقر الوحشي، بتاعت الصقور، بتاعت الارانب، بتاعت الجمال، بتاعت كذا بتاعت كذا، الثعبان، الكلاب الى اخره اعزكم الله، كلها جماعات. هو الجماعه لما بتكون موجوده مش بتتفاعل، كلمه تتفاعل يعني تتاثر بالجماعات الاخرى وتؤثر فيها. في الحاله دي بنتكلم على كوميونتي او مجتمع. طيب هذا كل ده احنا بنتكلم على كائنات حيه خدناها بدايه من الجزء الاحيائي او الجزء بتاع عالم الاحياء اللي بيدرس الجزيئات والخلايا والانسجه وبيدرس الفرد. من اول ما اتكلمنا عن الجماعه من اول هنا يبقى احنا بنتكلم على علم البيئه. يبقى الجماعه دي البدايه، يبقى كانه علم الجماعه مش علم الفرد. يبقى ده هنا بوبيوليشن، يبقى جماعه التفاعل جماعات مع بعضها تديني الكوميونتي او المجتمع. لما احط معاهم بقى العوامل غير الحيه زي السحاب، الرياح، المياه، التربه، الهواء، الاكسجين، الضوء، كل ده يبقى بتكلم على نظام بيئي. كان النظام البيئي بنقصد بيه تفاعلات، يعني تاثيرات العلاقات ما بين الكائنات الحيه اللي هي الكوميونيتيز او المجتمعات مع ما يحيط بها من عوامل غير حيه. يبقى اذا الايكو سيستم عباره عن عوامل حيه وعناصر غير حيه. وفي الاخر خالص بنكون بقى البايوسفير او الكتله الحيه. في النص هنا هو المفروض بيكون في حاجه اسمها بيوم زي ما هنشوف في الشريحه، اللي هي بقى لو خدنا جزء صغير. نفس الرسم، بنتكلم على فرد لوحده. طبعا لو بندرس الانسجه بتاعته يبقى ده علم الانسجه، لو بندرس التشريح يبقى علم التشريح، الوراثه يبقى علم الوراثه. ده بنتكلم على الفرد. مجرد ان الفرد ده ابتدينا نتكلم على مجموعه منه يبقى جماعه، جماعه البقر الوحشي او الوعل والاسد والنمر والارانب والبومه والسنجاب الى اخره. يبقى دي عباره عن جماعات بتتفاعل مع بعضها، يبقى ده كوميونتي او مجتمع. دخلنا معاهم العوامل الغير حيه بنتكلم على ايكو سيستم. طيب ده في حيز محدد، يبقى كائنات حيه بتتاثر وتؤثر بما يحيط بها بس في حيز محدد. لو احنا خدنا في منطقه بقى معينه مثلا زي شمال امريكا، زي القطب، زي كذا، بنتكلم على بيوم، مجتمع احيائي او نظام بيئي حيوي. خلاص، لو خدنا الكره الحيه كلها خلاص ده احنا بنتكلم بقى على الكون كله. نشوف الشريحه اللي بعد كده. ادي النظام البيئي عندنا اهو زي ما احنا شايفين، جينا قسمناه. لو احنا بصينا كده هيلفت نظرنا حاجه؟ هنا لو بصينا للصوره دي هنلاقي فيه جبال، شمس، ضوء، ميه، رياح، سحاب، ارض. كلها عوامل غير حيه.
يبقى ده الايبيوتيك فاكتورز، العوامل او المكونات او الكومبوننتس غير الحيه للنظام البيئي. طب وهنا هنلاقي النباتات والحيوانات والانسان والحشرات وكذا والكائنات الدقيقه والاشجار كده، ده بنسميه بيوتيك فاكتورز. يبقى الكائنات الحيه اللي في مكان محدد بتمثل الكائنات الحيه او العنصر الحيوي في النظام البيئي. طب وما يحيط بها بقى من عوامل غير حيه؟ ده بنتكلم على ايه؟ العوامل غير الحيه. تفاعل الاثنين وتاثرهم ببعض هو ده اللي بيعمل لي الايكو سيستم او النظام البيئي. كده بنكون اتعرفنا على ماهيه وما معنى كلمه النظام البيئي بالمفردات بتاعته، من اول الانديفيدوال او الفرد، البوبيوليشن او الجماعه، الكوميونتي او المجتمع، او الايكو سيستم النظام البيئي، او البيوم او النظام البيئي الحيوي، او البيوسفير اللي هي الكتله الحيه كلها. ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامانه. ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اسات او اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل فيه رياء ولا سمعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.